إذن الملف السوري ظهر أخيرا في زحام أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك من بوابة قانون قيصر الذي تبنته إدارة الرئيس ترامب في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو العام الماضي. قيصر قانون عقوبات لزيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية لرئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه، والهدف منه إجبارهم على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254. والآن وبحسب مصادر للعربية تعمل إدارة بايدن على توسيع القانون بصياغة أخرى جديدة تحت اسم قيصر 2، سيعرض أمام الكونغرس قريبا. ومتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد لصحيفة الشرق الأوسط على أن ذلك لن يؤثر على المسار الدبلوماسي لعملية السلام في سوريا والعمل الإنساني والإغاثي هناك. فماذا يحمل قيصر 2 إذن؟ بنود جديدة مرتبطة بتضييق طرق النظام لدفع رواتب عناصره وقواته وتأمين السلاح له، وفرض عقوبات إضافية على كل من يقدم للنظام الدعم المادي والعسكري، وتوسيع قائمة حلفائه سواء كانوا أفرادا أو كيانات كي يشملهم القانون. وذلك يأتي في إطار السياسة تصحيح الأخطاء الأمريكية المرتكبة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما تجاه السوريين بحسب تصريحات أحد أعضاء فريق عمل قانون قيصر نقلا عن الإدارة الأمريكية الحالية. هذا كل ما لدي، أعود لطاهر لكن بعد هذا الفيديو القصير.